السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها إخوة الكرام، أنا كما تعرفوني إبراهيم أبو محمد، المترجم المحلف، مقيم في محافظة مرعش. اليوم في هذه الفيديو سأحدثكم عن البصمة أو الحصول على الكمنك الذين يأتون من خارج مرعش، أي من عنتاب، من آدنة، من اسطنبول، من بورصة، من أنقرة، من غونيا. أولا سيكون معكم تحويلة من المحافظة التي تكون فيها. مثال، إن كنتم تعيشون في بورصة أو في اسطنبول أو في غونيا، ستذهبون إلى خدمة الملتجئين، أي نقول لها هجرة والجوازات أو الآفات، وتطلب منهم تحويلة إلى مرعش لكي تحصلوا هون على بصمة. ويجب عليكم أن يكون معكم أيضا جواز سفر أو هوية سورية أو شهادة سواقة أو دفتر عائلة أو بيان عائلي، يعني أوراق ثبوتية تعرف عنكم. وعندما تأتوا إلى مرعش منطقة تطلب منكم الآفات، تطلب منكم ترجمة هوية سورية أو دفتر عائلة أو شهادة سواقة أو جواز سفر، وتطلب منكم أيضا عنوان عقد إيجار مصدق من النوتر. وعند الحاجة سيكون صاحب البيت جاهز ليحضر إلى الآفات ويوقع. وإذا كان البيت مشغول، هو فاضي، ولكن من قبلكم تركي أو سوري مستأجره ولم تاركه، ليس تاركه، يجب عليكم أن سووا للبيت، للعقد الذي ختمته في النوتر العنوان، تأمين زلزال. نقول له تأمين زلزال، يعني بالتركي ديبريم سيغورتاسو. هذا تقريبا من أجل اشتراك الماء أو الكهرباء أو الغاز، يتطلب منكم هذا، لازم إجباري للتركي وللسوري مثل. وبعد ما نسويكم، بعد ما نقطعكم وصل تأمين زلزال، تأخذ التأمين الزلزال والعقد الإيجار وتذهبون إلى إدارة المياه وتحاول ساعة المي اشتراك الماء على اسمكم، وحينئذ يكون العنوان تلقائيا في اسم ولو كان قبلكم مليان، وتأخذ اشتراك المي الوصل والعقد الإيجار والتحويلة والترجمات، وتذهبون إلى الآفات. بس لا تنسوا أيها الإخوة، الآفات تحتاج عنوان، تحتاج موعد، من دون موعد لا تقابلكم. هذه نقطة مهمة لا تنسوا، وتصبحون على خير، وسنلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى. كونوا في أمان الله.